سلام البنات، كيف درتو؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ لاباس معكم واحد الوصفه للعشاء جديده، ماشي جديده يعني، ما نقولوش جديده، نقولو خفيفه. تقدو تكونوا كتعرفوها، نديرها اليوم للعشاء. نحتاجو بصله مفرومه مقطعه، نحتاجو المطيشه، حط 3 مطيشات صغار معين، نحتاجو اللحم، يد البقري، يد الخروف، يد اللي ما عندوش اللحم يدير كبده، يا ديال الدجاج، يا ديال الخروف، يا ديال البقري. وقزبر وبعد النص، انا كنجمدهم في المجمد. وبقاو معايا الطريقه. التوابل راكو عارفين، الملحه، الابزار، الزيت، حبه كحله. وبقاو معايا حتى نوريكم الطريقه كامله. انا كندير في الصور، غادي نوريكم الصور. صافي، بقاو معايا تشاهدوا الصور. يلا البنات، يلا معايا.